فاكرين ساعة لما السفينة بتاعت ايفر جيفن دي وقفت طبعا في ممر قناة السويس والكلام ده كله، وقبل طبعا الحفار الصغير ده، كان ساعتها اتعمل كده حاجة فيديو اتاخد آراء أطفال من 4 سنين لست 7 سنين، نعمل ايه علشان خاطر السفينة دي تمشي، نعمل ايه عشان السفينه يعني تطلع من القناه. وبقينا نسمع الاطفال وافكارهم، وكل واحد وخياله بقى يقول لك طب مش عارفه ايه، نزود الميه، نعمل ايه، نجيب ايه، كم واحد يشدها، حاجات لطيفه وجميله، بس يقول لك برضو افكار عند الولاد. ازاي بقى تستغل الحدث ده واللقطه دي اللي كانت محل سخريه والناس كلها عماله تهزر وكوميكس، وايه الحفار الصغير ده، وايه اللي قد ايه، وهيعمل ايه مع السفينه العملاقه، ويقول لك مش عارفه ده الكومبو ده ايه، كلام بقى كله طبعا ايه سخريه واستهزاء. وسبحان الله يوضع سره في اضعف خلقه، ومش مساله ضعف، مساله انك بتفكر وبتشوف وبتحسب حساباتك، وعارف ان الصغير ده الحفار الصغير ده هيعمل ايه وبيوسع لايه وبيحفر لحد فين علشان يحرر السفينه. بصوا بقى، الكاتب الامريكي اسمه رايان بيترسون عمل قصه جديده للاطفال استوحاها من الموضوع ده. القصه عنوانها ايه؟ ذا بيج شيب اند ذا ليتل ديجر، السفينه الكبيره او العملاقه دي والديجر اللي هو الحفار الصغير. وان الستوري دي مستوحاه من قصه حقيقيه او من يعني من موضوع سويس كان، من قناه السويس واللي حصل فيها خلاص. والمورال او الفكره بتاعت الستوري او بتاعت الروايه بتاعته يعني انه الصغير ده، الحاجة الصغيرة دي ممكن يبقى ليها قوة وتعمل حاجة صح، حاجة صح ما يقدرش عليها حد، يعني كيان كبير جدا، ولازم تكون مؤمن بده وبتشتغل على ده حتى لو نص العالم بيضحك عليك. هقولها لكم كده بترجمتها، قوة فعل الشيء الصحيح حتى عندما يبدو أن نصف العالم يضحك عليك. ده اللي حصل لو تفتكروا، كان الكل بيستهزئ، الراجل ده طلع الرسالة دي وطلع القيمة دي علشان يوصلها للولاد الصغيرين، انك اولا الاطفال الامريكان عندهم يعني، وقال يعني ما تستهزأش بشيء صغير لو اتعمل صح وانت مؤمن انك بتشتغل صح حتى لو الدنيا كلها بتضحك عليك، خليك ماشي في الطريق ده. وقال لك بقى ايه، انه لازم يكون عندك قوة تفاؤل في انك تحرك العقبات الكبيرة اللي بتعترض طريقك او طريق اي انسان. واستخدم بقى حاجات اللي هي كاريكاتير والحاجات دي يعني كده عشان يوصل الصورة ويوصل الفكرة للاطفال الصغيرين. فدرس الحقيقة لما اقول احنا بندرس للعالم، ده مش مزايدة او كلام كبير او بنجامل نفسنا، ده حاجة واقعية اهي، علشان لما كنا احنا بنضحك على نفسنا، هو بس مش نص العالم كان بيضحك عليه، احنا نفسنا كنا بنتريق على الموضوع. لكن اديكوا شفتوا الصغير ده، شفتوا اتعمل حاجة للاطفال، وهو الكتاب ده بالمناسبة سعره $25، واتقال انه كل عائدات الكتاب دي هتروح لشراء برامج لوجستية انسانية لإغاثة مرضى كورونا في الهند. يعني طبعا ماشي حقهم برضو، بس يعني حقوق الطبع في او حقوق الملكية في يعني الفكرة بتاعتنا برضو كان المفروض يعني ما اعرفش، او لاطفالنا او لينا اي حاجة في القصة يعني، بس طبعا الانسانية في الهند يعني طبعا ليهم كل التقدير، واحنا ربنا يكفينا ويغنينا والحمد لله احنا زي الفل ما شاء الله.